وهو يسرد مذكراته روى لي صلاح أبو سيف أن علاقته بالمرأة بدأت وهو صبي صغير، كان بيتابع فتيات وكالة الصوف تحت بيته في بولاق. كان بيقعد في الشرفة بيسمع أحاديث البنات التي كانت تدور غالبا حول الحب والجنس والجواز. صلاح أبو سيف قال إنها كانت أحاديث ممتعة جدا، وطبعا كان عنده حق، ولكنه ما فهمهاش أو ما استوعبهاش إلا لما كبر. وكان رأي صلاح أبو سيف أن الجنس في الأحياء الشعبية له رائحة نفاذة تجعل الصبي رجلا قبل الأوان، كما أن التعبير عن الجنس عادة ما يكون بالكلام المستتر اللي بيحمل أكتر من معنى، ويمكن كمان بالإشارات ويمكن بالرمز، وده اللي خلى صلاح أبو سيف يلجأ إلى الرمز في كتير من أفلامه. في فيلم مثلا شباب امرأة استخدم صور اللي كان بيدور في مشاهد الفيلم رمزا لقوة شكر سرحان، وفي القاهرة 30 كان هذا المشهد لمحجوب عبد الدايم. عرفت من صلاح أبو سيف أن جمال عبد الناصر كان بيهوى مشاهدة أفلام السينما، خصوصا أفلام المغامرات، كذلك أنور السادات. وعرفت منه أن مجلس قيادة الثورة شاهد فيلم رايا وسكينة وفيلم الوحش، وراح أعضاء مجلس قيادة الثورة يتحدثون عن دور السينما في تغيير المجتمع. وكان رأي صلاح أبو سيف أن السينما المصرية لن تتغير إلا إذا تغيرت طبيعة المنتج الفرد والموزع المتحكم في كل شيء. اقترح جمال عبد الناصر تكوين شركة من الفنانين والفنيين لإنتاج الأفلام، واختار وجيه أباظة ليكون مسؤول عنها. تطور الأمر حتى دخلت الدولة في إنتاج الأفلام من خلال شركات القطاع العام ومؤسسة السينما، وفي تلك الفترة عرفت السينما المصرية أهم أفلامها. صلاح أبو سيف كان مؤمن بفكرة عبد الناصر، وكان متوحد معاه في هذا الفكر، لأنه وهو واحد من الناس اللي طالعة من الطبقة الكادحة، الطبقة المتوسطة المطحونة، وكان دايما يقول لنا ان الطبقة المتوسطة دي هي مخزن اخلاق المجتمع.